قناه ويسلا نيوز على هذه الوقفه اللي وقفوا معنا اليوم في سياره الاجره بمحطه مدينه بوفكران، وكنوجهوا الشكر الخاص لرجال الدرك الملكي وعلى راسهم قائد سريه الدرك الملكي بوفكران للاجراءات اللي اتخذها ضد هذه الحافلات اللي كيخرقوا القانون. فايت الطاقه الاستيعابيه ديالهم 100% وراه دابا في المحجز البلدي، وبهذه المناسبه راه حنا مضرورين من هذه الحافلات، رقتوا القطاع هلكونا الصراحه الله، وقدمنا شكايه لكل من السيد عامل عماله مكناس والسيد رئيس المقاطعه الحضاريه بمدينه مكناس والسيد قائد المقاطعه العاشره بمدينه مكناس للاعلان عن اضراب شامل بالنسبه لمدينه مكناس والنواحي ديال مدينه مكناس، منهم بوفكران، المهايه، واد جديده، حاج قدور، عين جمعه، عين كرمه. غيكون اضراب شامل امام المقر ديال البلديه، لان هذا القطاع راه بصراحه تهلك، راه ما بقينا كنصوروا والو. بالنسبه للطاكسي راه تبع مصروف ديال 200 درهم في النهار، وحنا صراحه الله اقسم بالليل وكل العصا راه هذا الطوبيس شرقنا بصفه نهائيه، قتل هذا القطاع ديال الطاكسيات. وشكرا لويسلا نيوز.